هي تجربة سعودية بدأت من حوالي 4 سنين تقريبا، لكن أنا بشوف إنها تجربة مهمة جدا، ويمكن إحنا هنا في مصر ممكن نستفيد من الفكرة أو من البرنامج ده بشكل كبير جدا، وخصوصا إنه إحنا عندنا دايما معاناة في فكرة احتراف اللاعبين المصريين، والقصة مش قصة كورة بس، منظومة الاحتراف فيها عوامل كتيرة جدا مهمة في نجاح أي تجربة احتراف، واحدة منهم اللغة. وانتوا عارفين طبعا ان معظم الدول الافريقيه بما فيهم دول الشمال الافريقي، الدول العربيه يعني الافريقيه، بتتكلم لغات تانية، اما بيتكلموا لغه فرنسيه طبعا فرانكوفون، دول فرانكوفون او دول ناطقه بالفرنسيه في افريقيا كتير جدا، سواء شمال افريقي عندك تونس جزائر مغرب، او حتى في دول زي السنغال وزي الكاميرون وزي كوت ديفوار وغيرهم، واول اللغه الانجليزيه، وفي بعض الدول زي مثلا انجولا بتتكلم برتغالي، فده الى حد ما بيكسر حاجز صعوبه اللغه، على عكس من كتير من اللعيبه المصريه اللي بتسافر بره فتصطدم اول ما تصطدم ان ما عندهاش قدره على التواصل، ده نمره واحد. نمره اتنين العقليه والثقافه، تطلع على مجتمع مختلف تماما عنك، وطالع على منظومه احتراف مختلفه بنسبه 99% عن منظومه الاحتراف اللي كانت موجوده عندك هنا في مصر، فبالتالي نظام جديد انت ما بتبقاش مؤهل او مستعد انك انت تتعامل معاه، الا طبعا بعض الحالات الاستثنائيه اللي نجحت بشكل كبير بره. امتى ممكن نبقى زي افريقيا؟ اعتقد ده واحده من الافكار اللي لو اتطبقت تساعد بشكل كبير جدا على تاهيل اللاعبين المصريين لفكره الاحتراف. تجربه اسمها برنامج الابتعاث السعودي، أو خليني أقولها لكم زي ما هي بالإنجلش يعني، سعودي سكولرشيب فور ديفلوبينج فوتبول تالنت. والمدير الفني للمنظومة دي، مدير الفني للبرنامج الابتعاث السعودي، هو ضيفنا في السادسة، دكتور روميو يوزك، طبعا المدير الفني السابق لمنتخب الكويت، هو هيكون معانا عشان يكلمنا أكتر عن الفكرة وعن تطبيقها وبيشتغلوا إزاي عليها. طبعا بداية شكرا على مشاركتك معانا وأهلا بيك في السادسة، بشكرك على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي. شكرا، شكرا جزيلا على دعوتي، ومساء الخير لكل المشاهدين في مصر. يعني خليني بداية أطلب منك توضح لنا فكرة برنامج الابتعاث السعودي، إيه هي أهم أهدافه وإيه هي أهم آليات عمله، بتشتغلوا إزاي على الأرض من أول ما بدأ تطبيق البرنامج أعتقد في 2019؟ في البداية أنا كنت أستمع لك بحرص وأستمع للمقدمة وكل كلمة قلتها. أنت بالفعل لا تحتاج إلى ضيف، أنت لخصت الأمر كله. ففكرة المنحة هي بالضبط ما تحدثت عنه، هي أن ترسل اللاعبين إلى أوروبا وتغير هؤلاء اللاعبين وتغير طريقة تفكيرهم بخصوص البيئة، لأننا لاحظنا أن يوجد الكثير من اللاعبين في هذه المنطقة الآمنة، التي لذلك حاولنا أن ننقلهم من هذه المنطقة، المنطقة التي تربوا فيها، منطقة السعودية. وعلى سبيل المثال في منتخب تحت 19 عام، وقد أهلنا هؤلاء اللاعبين أن يلعبوا مع منتخبات أكبر منهم، وهذه المنطقة التي جنينا ثمارها الآن. يجب علينا أن نعطي أفضل فرصة لأفضل المواهب أن يظهروا هذه المواهب في أوروبا وأن يتأقلموا، وربما الأمر لمدة عام، ونختار أفضل هؤلاء خلال معسكرنا على سبيل المثال في إسبانيا، من خلال معسكر تنافسي مع أكبر الأكاديميات الخاصة بأكبر الأندية في أوروبا. وهذه الأكاديميات حول العالم حينما طلبنا من هذه الأكاديميات أن تشارك في هذه البطولة كان الأمر مرحبا به. ربما البعض وافقوا وربما البعض رفضوا، لأن يوجد مرحلة لتطوير اللاعبين. هذه المرحلة تبدأ من سن 18 عام أو 19 عام. يجب على هؤلاء اللاعبين أن يلعبوا وأن ينافسوا وأن يتطوروا. هذه النقطة المهمة في الموضوع، أن تنافس. وحينما تجد هؤلاء اللاعبين في هذه المنطقة الآمنة ولا يتعرضون للضغط، فوظيفتي هي أن آخذ هؤلاء اللاعبين من هذه المنطقة الآمنة وأعرضهم
للضغط اللازم لمواكبه اللاعب في اوروبا. دكتور يوزاك، خليني هنا بس اسالك في جزء، هل جزء من مهام البرنامج ده هي فكره انه قايم على اكتشاف كمان المواهب، ولا فكره فقط رعايه المواهب او العناصر اللي تم اختيارها لتمثيل المنتخبات السعوديه؟ بالفعل اكتشفنا العديد من اللاعبين السعوديين. لدينا الآن 5 كشافين داخل السعودية يتعاونون ويقومون باستكشاف أفضل المواهب السعودية على في مختلف البلد. بالطبع ربما لم نكتشف في كل عام 14 أو 15 لاعبا، لا، ولكننا نختار ونكتشف بعض اللاعبين ونضمهم في بيئة واحدة ونقوم بتجميع الفريق وإحداث دورات كما هو الحال الآن. طيب عايز أعرف طبيعة العلاقة اللي بتربطكم وإزاي بتتعاملوا سواء مع اتحاد الكرة في السعودية أو مع الأندية السعودية، وموقفها بتبقى بيكون إيه في حالة، أنا عارف إنه في بعض المعسكرات أو البعثات بتستمر لفترات طويلة جدا وبتخوض عدد من المواجهات اللي يعني بيتم ترتيبها في أوروبا، فإزاي بتتعاملوا مع الأندية في السعودية وموقف الأندية من برنامج الابتعاث، وأيضا دوركم أو علاقتكم باتحاد الكرة في السعودية؟ هو كان برنامجا مهما وبدأ في عام 2019. نعم، كانت فكرة صعبة، لم يكن الأمر سهلا على الأندية أن تتقبل هذا الأمر في البداية، ولكن في هذا الصيف قد قضينا بالفعل 4 سنوات، ويوجد الكثير من التعاون والتكافل بين الأندية السعودية والبرنامج والاتحاد السعودي. الآن لدينا معظم اللاعبين في فريق منتخب تحت 19 عاما من برنامجنا. لقد استخدمناهم لإسبانيا، والأمر بالفعل استمر لمدة طويلة. وبالنسبة لسؤالك الثاني، كيف تعاونت الأندية؟ لم يكن الأمر سهلا، ولكن معظم هذه الأندية وافقوا في نهاية المطاف، لأن هؤلاء اللاعبين ليس لديهم عقود مع الأندية، فبالتالي وليسوا منضمين على قائمة الأندية، فبالتالي إذا لم يكن هناك عقد مع النادي فربما ليس على قائمتي، فربما كان سهلا أن يتجاوبوا معنا وأن يتركوا اللاعبين، وحتى نصعد هؤلاء اللاعبين ليناسبوا الدوري الممتاز. فهذه النسبة نحتاجها لنصنع مزيج خاص بالمنتخب، خصوصا بدون هذا التطوير وبدون هذا الضغط لا يوجد فائدة. فلاجب علينا أن نأخذ هؤلاء اللاعبين ونجعلهم يقاتلوا للبقاء ويعتادوا بيئة الصعوبات التي يتعرضوا لها في مختلف الأندية الأوروبية. فبالتالي برنامجنا هو حول تطوير وتعليم اللاعبين هذه النقاط. طيب هل القصة بتقتصر فقط على فكرة توفير تجارب معايشة، لقاءات واحتكاكات مع مدارس كروية مختلفة، ولا ليها علاقة كمان بفكرة تسويق اللاعبين السعوديين في السوق الأوروبي؟ حسنا، المستوى العالي لكرة القدم لا يتوقف فقط على فكرة التدريب وأن تحضر اللاعب من بلده لأوروبا، ولكن كما نرى الآن يوجد حالة تسويقية رائعة في السعودية. وعلى سبيل المثال مباراتنا مع ريال مدريد تحت 19 عاما ولعبنا ضد نيوكاسل، هذا أيضا يعتبر تسويق. أن تحضر اللاعبين لأسبانيا ليس فقط لكرة القدم وأن ترى مستواهم، ولكن الأساس هو التعليم. ربما اللغة، يحتاج اللاعبين أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية، وأن نخرجهم من المنطقة التي يعيشون فيها للمنطقة الأوروبية ليتأقلموا مع الأجواء هناك، وتكون بيئة أكثر إيجابية تجاه المناخ الأوروبي، لننشئ لاعب شاب جاهز. وعلى سبيل المثال كان لدينا في كرواتيا
كان لدينا فريق كرة سلة جيد، وإذا لم يكن هؤلاء اللاعبين مؤهلون أن يلعبوا في الـ NBA لن يكون هذا منتخبا قويا. يجب علينا أن نكون مؤهلين للتواجد بهذه الدوريات. لا، إذا لم يكن لدينا لاعبين أقوياء فلن يكون لدينا منتخبا قويا. أعتقد أنه واحد طبعا من أهم المحاور اللي تشتغل عليها إدارة الكرة في السعودية لتطوير كرة القدم. لكن كمان الحقيقة ما نقدرش ننكر أن الدوري السعودي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبقى بيقدم مستوى الحقيقة من المنافسة عالي جدا، بقى بيستقطب عدد كآخرهم طبعا كريستيانو رونالدو. وفي كلام بمناسبه طبعا حضرتك كرواتي، يعني في كلام حتى ان لوكا مودريتش طبعا نجم المنتخب الكرواتي هيكون موجود في النصر السعودي او في بعض المفاوضات بتتم معاه. نعرف منك القصه دي واسمع رايك في تطور الدوري السعودي والكره السعوديه بشكل عام. حينما كنت شابا منذ 20 عاما كنت أدرب لوكا مودريتش في دينامو زغرب، فأنا أعرفه جيدا حينما كان يلعب مع المنتخب الكرواتي أيضا حينما كنت هناك. ومنذ حوالي عامين كان لدي لقاء معه وسألته ماذا تخطط بخصوص ريال مدريد، وقال لي أنه سيذهب إلى مكان آخر، ولكن ربما الأمر لا يكون سعودية. الأمر الآن في السعودية مختلف، يقومون باستقدام اللاعبين، والشعور الذي أشعره الآن وأنا أعيش في وسط هذا المناخ، أنا الآن في إسبانيا وقريب من لوكا مودريتش. أعتقد أنه يستحق التواجد في ريال مدريد والاستمرار، ولكن كما قلت الدوري السعودي الآن جاذب للكثير من الأسماء الكبيرة. لا أقول أنه سيأتي، ولكن ربما تكون فرصة جيدة أن نرى لوكا مودريتش في الدوري السعودي. دكتور روميو يوزك، المدير الفني لبرنامج تطوير وتنمية المواهب السعودية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.